واليوم لجنة النزاعات التابعة لجامعة كرة القدم نظرت في ملفي سلمى القزداوي وفتح الغربي على الساعة الثانية بعد الزوال. بطبيعة الحال احنا حريصين عدوا في صورة يعني ثبوت مستحقات لاعب أو بعض الأموال المتخلدة بذمة النادي معناتها، فنحن حريصون على إيجاد مخرج صلحي، وهذا ما تم في ملف سلمى القزداوي اللي هو الحقيقة تسرع. احنا بدينا معه الثور الصلحي هذا، تبقينا تسرع والتجأ إلى القضاء. أنا نحب نشكر يعني أعضاء لجنة النزاعات اللي مشكورين قرب وجهة النظر، وهكاك يعني وصلنا لاتفاق ولصلح، تسلم اللاعب مستحقاته ثم يعني اللي هي 50,000 دينار مع فسخ العقد. والملف الثاني اللي فاتح الغربي اللي هو ملف فاتح الغربي، احنا اللاعب هذايا ما نتجش الحقيقة صلب النادي الافريقي الا لبضعة من الوقت، ثم الحقيقة اللاعب هذايا بالنسبة لنا احنا صار في عداد المفقودين، احنا اندثر اللاعب هذا ما عندنا عليه حتى اخبار. فجأنا بعد ذلك بالقيام بقضية زدنا. اليوم احنا قدمنا مؤيداتنا للجنة النزاعات، مؤيدات كاملة شافية وظافية، فقضت اللجنة يعني برفض الدعوة. وكان يطالب، يبدو أنه يطالب مبلغ كبير في حدود 450,000 دينار. في حدود 500,000 دينار المبلغ هذا. نعم. قضي اليوم بفسخ العقد يعني رفض الدعوة في خصوص مبالغ. وإحنا نحب نقول حاجة عبدو اللي باش نقوموا ضده بقضية في المطالبة باسترجاع جميع المبالغ اللي تسلمها من نادي الفيك.